شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتاح مصنع إنتاج الأسمدة الزراعية أحادي وثلاثي سوبر فوسفات المحبب رقم 2 والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً. حضر مراسم الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظ الفيوم. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة تناول خلاله أنشطة الشركة التي تشكل قلعة صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والصحية على أرض مصر. كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة مراحل إنشاء مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم على مرحلتين، الأولى على مساحة 210 ألاف متر مربع وتشتمل على مصنع الشبة السائلة والصلبة ومصنع لإنتاج حمض الكبريتيك المركز ومصنع سماد أحاد السوبر فوسفات المحبب ومصنع سماد سلفات البوتاسيوم. أما المرحلة الثانية للمجمع فقد أقيمت على مساحة 210 ألاف متر مربع وتشتمل على مصنع لإنتاج الشبة السائلة رقم 2 بطاقة 200 ألف طن سنويا ومصنع لإنتاج الأسمدة المركبة المتنوعة بطاقة 150 ألف طن في العام ومصنع حمض الفوسفوريك بتركيز 50% بطاقة 100 ألف طن سنويا. ويوفر المجمع حوالي 1400 فرصة عمل مباشرة ونحو 4000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال توريد الخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات، كما وفر أكثر من 7000 فرصة عمل أخرى أثناء مراحل البناء والتشييد والتركيبات لصالح شباب الخريجين من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا تناول مراحل الإنتاج داخل المجمع الذي تصل طاقته الإنتاجية من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والمركبة وحمض الفوسفوريك إلى حوالي 575 ألف طن سنويا لخدمة قطاع الزراعة بمصر والتصدير إلى نحو 33 دولة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مثل هذه المشروعات وغيرها هي نقطة انطلاقة نحو آفاق مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم، وأنها انطلاقة جديدة نحو السعي لتنمية مدن ومحافظات صعيد مصر والمساهمة في مشروع الاستصلاح الزراعي في كافة ربوع الوطن وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين. كما استعرض خطط ومراحل التوسعات المستقبلية للشركة والتي صدق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة باب رواش وفرع الشركة بالفيوم، ومشروع لإنشاء أكبر مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي يضم 9 مصانع جديدة تعتمد على الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل جولة تفقدية داخل المجمع، وقام بافتتاح مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب رقم 2 الجديد والذي يوفر 150 ألف طن من الأسمدة المحببة سنويا لخدمة قطاع الزراعة، والذي يعتبر أول مصانع المرحلة الثالثة من التوسعات بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم. كما تفقد مراحل الإنتاج بمصنع أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات الناعم، حيث تدار جميع خطوات العمليات الإنتاجية بمصانع المجمع بواسطة الحواسب الآلية وتشغيلها من داخل غرف التحكم والتي يعمل بها مجموعة من الكوادر المؤهلة من المهندسين والكيميائيين المدربين تدريبا عاليا مع اتخاذ جميع إجراءات ضمان الجودة من خلال المعامل المجهزة بأحدث أجهزة التحليل ومراقبة الجودة باستخدام الحواسب الآلية.
وفي نهاية الجولة تفقد الرئيس السيسي معرضا لمنتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتي تساهم بشكل كبير في تلبية جزء من متطلبات القطاع المدني وتحقيق التوازن في الأسعار داخل السوق المحلي.